بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من GFX Academy.net، وبرحب بيكم في تاني محاضرة من المرحلة التانية بتاعتنا، وإحنا هنعمل أنيميشن في المحاضرة دي إن شاء الله للطيارة. هناخد أول شوت، وأنا هستخدم برنامج الكويك تايم. ما كانش عندك نزله، لأن في حاجة هنا بيقول لك ستاندرد ولا فريم نمبر. هختار الفريم نمبر. ليه؟ لأن أنا لما بعمل بلاي بتبص لي ماشي فريمات، فده هيسهل عليا قوي في الانيميشن عشان اقدر اعمل محاكاه للمشهد ده. لو انت شايف في المشهد الاول هتبص لي، لو انت مشيت كده بالسكرول او بالتايم لاين ده هتلاقيه تقريبا متقسم لتلات اجزاء. ده جزء وده الجزء الثاني، الطيارة وهي جاية من على الشمال، وده الجزء التالت. كويس، هناخد جزء جزء ونبدأ نظبط في الكاميرات، وبعد كده نبدأ نعمل الانيميشن او العكس، يعني مش تفرق، يعني مفيش مشكلة. ده هيكون اول جزء، ده هيكون لغاية 87 فريم. هناخد لغاية 87، هنكتب له هنا 87 فريم. كويس، يبقى انا كده ظبطت التايم لاين. هاجي هنا واشوف النهاية. النهاية شوف الطيارة فين، والبداية بتاعتي هتكون كده حاجة، يعني هي حركة بسيطة جدا للي عايز يلاحظ معايا. هتبص تلاقي حركة بسيطة جدا، الحركة الطيارة بتطلع فوق وتحت بطريقة بسيطة قوي. يعني دي بتتعمل عن طريقتين، يا اما تثبت الكاميرا وتطلع الطيارة فوق وتحت، يا اما تثبت الطيارة وتطلع الكاميرا نفسها فوق وتحت. تمام، احنا هنثبت الكاميرا ونطلع الطيارة فوق وتحت، ونبدأ نعمل ريفاين للحركة بتاعتنا ونشوف ازاي. دلوقتي هاجي من واحد، الاول هظبط وضع الطيارة الاول، هعمل فيو، عايز اخليها اولويز اون توب. مش مشكلة، هي هتكون بالشكل ده، هنخليها كده. ونيجي على النال اوبجكت، نمسكه بالطريقه دي، روتيت. هنحاول نوصل بنفس الزاوية بتاعتها. هتشوف نفس الزاوية ازاي بقى؟ هتبص تلاقي هتعمل مقارنات. هي الطيارة دي مش نفس الطيارة دي بالظبط، فهتبقى فيها اختلاف في الأجنحة، في مساحة الجناح وكده. فأنت ممكن تعمل مقارنات بين المساحة اللي على الشمال دي الظاهرة من الجناح. هنا عندي صغيرة قوي، فاحنا ممكن ناخدها كده شوية. كده كمان خدها في النص شوية كده. نطلع بالشكل ده، يعني تقريبا نفس الوضع. تمام، وهتبعد شوية.
بعد شوية كمان. وهتيجي في هنسيب المسافة الصغيرة دي على الشمال تقريبا تبقى نفس المسافة دي، فهنيجي بالالت وتسحب بالبوز بتاع السكرول لغاية لما توصلها تقريبا بالشكل ده. هنا عندي النص هنا، هنا عندي نص الفيو بورت تقريبا كده. تقريبا يعني كده نبدأ ننزل جهات الحركة بتاعتي. انا كده ظبطت الطيارة بتاعتي، خلينا بقى ننزل ونشوف من اول فريم. اول حاجة هتبقى الحركة فوق وتحت بس، اوكي؟ فباجي هنا بضغط ده وباجي عند هقفل ده كله، انا مش عايز انزل جهات حركة على الروتيشن والحاجات دي كلها والسكيل والكلام ده والبارامترز، لا انا عايز انزل على البوزيشن بس. فهطفي كل ده وتبقى ده التكتيك بقى اللي هتحرك بيه اي حاجة، تمام؟ وتيجي على اول فريم وتقول له انسيرت كي، وبعدين تضغط على دي علشان يعمل لك اوتو كي. لو انت شايف الفريم الاحمر اللي حوالين الشاشة، تمام؟ وهتيجي مثلا وهتمشي، كل اللي عليك انت هتمشي بطريقة بسيطة. وهتلاحظ قوي مكان الطيارة فين، يعني الطيارة بتطلع فوق ولا بتنزل تحت ولا ايه بالظبط. انا شايف انها بتنزل تحت، لحد الفريم 20 نزلة بسيطة اوي. هتيجي عند الفريم 20 وهننزل الطيارة بطريقة بسيطة عشان تبقى عندي حاجة زي كده. لو عملنا بلاي هتبص تلاقي الحركة جامدة شوية، تمام؟ لا انا عايز انزلها حاجة بسيطة جدا. طيب لو انا عايز بقى ايدي مش جايبة، يعني انا ممكن تكون ايد تقيلة شوية على الماوس، في طريقة تانية انك تقدر تنزل الجهات. تيجي على المود واوبجكت، تيجي على كوردينيت او كوردينيت، وبتيجي بقى بتظبط من خلال هنا بالظبط، تمام؟ لو انت شايف هو واخد 2 كي على الاكس وعلى الواي وعلى الزد، انا مش عايز كده، انا عايز دي كل ده سبار وعايز على الواي بس. كده ظبطت، تمام؟ ومثلا هنا هخليها واحد عشان تبقى الحركة بسيطة جدا. اوكي هنشوف في الاخر نعمل بس الحركة ونبدأ نشوف هنعمل ايه. طبعا انت شايف من هنا افضل كتير، تمام؟ فهنبدأ نحرك من الواي على طول، هتروح تضغط على الواي كده وبتبدأ ايه تغير في النسب دي في الفريم المناسب. هنيجي عند من اول فريم 20 وهنشوف حركة الطيارة، هي كانت بتنزل تحت شوية نبدأ نمشي بالراحة خالص. هي بتطلع فوق لحد الفريم او الفريم 30.
هنيجي على الفريم 30 ونقول الواي، تضغط كنترول، تضغط الحتة دي ينزل لك كي فريم على طول، او تغير على طول النسب دي. هنخليها بالسالب، او زيرو، هنخليها بزيرو بحيث انها تطلع تنزل تطلع مكانها. وبعدين انا ملاحظ من خلال الجزء ده اللي هي بدأت تستقر في مكانها شوية، شوية بسيطة، وبعد بدأت تنزل تاني. هنشوف كده بالراحة، احنا وصلنا لغاية الفريم 30، هنوقف عنده ونبدأ نعمل دراج بسيط. مشيت في مكانها لحد الفريم 42. هنيجي عند 42، اوكي، نضغط على كنترول، نضغط على دي، بنزل لي فريم او كي فريم عادي. من بعد ال 42 هنبدأ نعمل دراكت، يعني نفس الحكاية بالظبط. هنيجي من 42 ونبدأ نعمل برضو دراج بسيط، ونلاحظ حركة الطيران كانت بتنزل او بتطلع. هي بتنزل نزلة بسيطة جدا، وطبعا الشوط ده فيه شغل الكاميرا، يعني اهم حاجة شغل الكاميرا. الكاميرا برضو مساعدة، بتنزل وتطلع شوية يعني بتديك جو ان الطيارة في الجو يعني وعاملة شغل كويس. هي بتنزل لغاية 50، تنزل شوية تحت. هناخد القيمة اللي كانت في الفريم او الفريم ده تقريبا، هناخد ده كوبي، كليك يمين كوبي، ونيجي عند الفريم 50 ونقول بيست. القيمة كبيرة شوية، ارجع تاني، مفيش اكتر من 1%. يعني مش مشكلة، اوكي. هنعمل تيست، نروح من الاول نعمل بلاي. اوكي، دي هتبقى حركة الطيارة كويس. هنيجي بقى ونكمل هنا من عندي من 50، واروح على 70، تطلع فوق ب
بطريقة بسيطة جدا. برضو هنيجي عند عايز اشوف هنا كانت طالعه، هاخد ده القيمة دي وروح على رقم 70 ونقول له هنا قلتلها لي بالسالب انتر، هروح منزل لي كي فريم بالطريقة دي اوكي عشان تطلع فوق شوية. لو انت بتطبق معايا هتلاحظ ان الطيارة بتيجي تبقى بطيئة وفجأة تبقى سريعة، دي هنظبطها بالكيرف اديتور بس لما نخلص الحتة دي. ماشي، احنا هنخليها تطلع فوق شوية في اخر فريم، هنشيل السالب ديليت انتر بنزل لك فريم بالطريقة دي. تعال نعمل بلاي كويس، هنيجي كده كليك يمين ونقول شو اف كيرفز اوكي. شايف انا هنا لو كنت ما طفتش دول او يعني خليتهم موجودين كان هنزل لي على الاكس والواي والزد في كل حاجه في السكيل والبرامترز والروتيشن، هنزل لي حاجات كتير قوي. فانا كده حددت له، انا كده ممكن اشتغل بطريقه اريح كتير لان كده انا في البوزيشن بس انا بعمل فوق وتحت بس اوكي. فباجي هنا بقول له شيل دي شو اول تراكس وانا عايز الواي بس، الواي اللي انا منزل عليه تمام. طبعا انت كانيميتور بقى او كمحرك المفروض ما يبقاش فيه اي كيهات زياده، انت حاطط على الاكس في هنا على الاكس والزد اوكي والواي، فانا الاكس انا مش عايزه ديليت مش هاثر معاه في حاجه، والزد انا مش عايزه ديليت وهات لي الواي، انا مش عايز غير الواي. هننعم الحركه اوكي، اضغط على ديليت والبوز، هنخلينا مثلا كده دي، كل ده هنحدد عليه وتروح قايل له مين دي اوكي اللي هو ايز انتربليشن. هنعمل بلاي هنخليها مثلا إذن لا حركاتها سريعة. انت شايف يعني النسب بسيطة جدا جدا اوكي. فانت هنحاول نعملها بالطريقة دي، دي كانت اول طريقة. طيب الطريقة التانية اللي انت تشتغل بالشغل ده على الكاميرا نفسها، الطريقة التالتة انك تثبت انت عندك الطيارة اهي وتيجي في الافتر افكت تغير الانفايرومنت نفسها. يعني خد بالك ان يعني انا دلوقتي بعمل انيميشن علشان تصدر بعد ما الرندر الكلام ده كله، انا ممكن اثبت الطياره ما اعملهاش اي انيميشن خالص، ادنها واقفه كده اوكي. تيجي انت بقى في الافتر تروح جاي الانفايرمنت دي تبقى معاك كباك جراوند في الافتر، تقعد تبدا تنزلها وتطلعها زي ما هي موجوده بالظبط هنا، ودي اسهل بكتير. يعني حبيت بس اديك تكتيك الشغل بس في حته بسيطه كده، بس هو الصح في الشوت ده داخل افتر لان الفيرومنت دي يعني لو انت شايف انا هرجع شويه
الانفيرتمنت اللي ورا او الباك جراوند بتمشي، يعني الجبل ده كان كده، كان طياره كله ماشي كده. انا دلوقتي لو رندرت الطياره بس هي اللي هتظهر بتطلع فوق وتحت، انما الانفيرمنت زي ما هي، الا اذا انا لو مشيت شويه بالطياره قدام. لا انا عايزك بقى يعني لما انت تيجي تفكر كراجل مثلا بتعمل بروجكت، تفكر الحاجه اللي تخدمك صح. يعني انت ممكن تطلع الطياره قدام وتاخد وقت كبير قوي قوي. طب وليه؟ طب ما في الافتر بتاخد الباك جراوند بتخش فيه، بتخش جوه الباك جراوند تعمل لها كيهات حركه، بتبتدي تظبطها بحيث انها تمشي من اليمين للشمال والطياره ثابته، او الطياره بتطلع فوق وتحت ماشي مفيش مشكله، الطياره بتطلع من فوق وتحت وترندر الفريمات دي ما فيهاش مشكله برضو. خلاص عندك 87 او 87 فريم. الفريمات دي هتيجي كلها على الرندر، هتطلع لك 87 صوره ب 87 فريم. جميل، هتدخلها في الافتر وتبدا تحط تحتها الباك جراوند وتبدا تمشي الباك جراوند من اليمين للشمال مع حركه الطياره، هتبان اللي هي واقعيه جدا. طيب خلينا نشوف الشوت اللي بعد كده او الحته اللي بعد كده دي برضو. دي فيها حاجتين، دي انت هتمشي الطياره من الشمال لليمين وهتمشي تحتها الباك جراوند، هتمشي تحتها الباك جراوند اللي هي السحاب دي بحيث انها تمشي شويه من اليمين برضو للشمال، والطياره جايه من الشمال لليمين فيديك سرعه. طيب اوكي، هنيجي بقى على الفريم رقم 88. لا 88 لسه معانا هنا، 88 لسه معانا هنا من اول 89، من اول 90، من اول 90 معانا. فانا هنعمل الباور سلايدر ده. لحد 89 نمشيه كده شوية وناخد آخر فريم ده هنا عشان تبقى الحركة ممدودة بالكامل بالشكل ده. تمام، لو عايز تشوف كله تروح جاي واخد دي كده مرجعها الآخر، هيظهر لك التايم كله أو الفريمات كلها. كده احنا عرفنا الطريقة بتاعت الشغل. طيب خلينا بقى نشوف من اول 90 لحد كام. لحد 246، من 90 لحد 246، يعني احنا هنوصل ل 246 انتر. وعندنا هنا من 90 هنكبر بدي كده، اوكي هنيجي بقى هنا ونخلي الطيارة تمشي او نعملها محاكاة برضو. البداية بتاعتي هتكون وش الطيارة بس اللي باين. تمام، هنيجي بقى كده وتعمل دي الحرق اللي احنا هنعملها دي في شوط تاني. هنسيف ده دلوقتي تمام، ونسيفه بكنترول اس، وبعدين هنيجي مثلا نقفل البرنامج كده وهقسم بقى، هنقول شوط 1
هناخد دي كوبي جوه هنا، او يعني مش مشكلة يعني، خلاص احنا ممكن نعمل دي كده ونقول بكليك يمين نقول كوبي هير، هنقول شوت 1 ماينس 1 شوت 1 ماينس 2، ونيجي نفتح شوت 1 ماينس 2 وهنوصل بالطيارة للوضع ده تمام، وفي الاخر كله يترندر ويتجمع داخل الافتر افكت.